يا جماعة دي 79 جرام، انا مش قافلاها طبعا، دي ديكي على شكل واسع بس انا مش قافلاها، دي 79 جرام. مش عاملة ازاي ما شاء الله. انا بصراحة عجباني، حلوة قوي، مش اوفر، حاساها كده شيك، حلوة في بعضها. ايه رأيكم؟ جميلة. جميلة برضو دي، شايفين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى صحبه أجمعين. زي ما احنا شايفين كده جولة جديدة في أسواق طيبة اللي هي في العليا يا جماعة. شايفين ما شاء الله تبارك الله، السوق ما شاء الله كبير جدا، في محلات كتيرة هندخل ونشوف. عندنا أول المحلات اللي هي محلات الذهب بقى، عايزين نشوف الأسعار القديم والجديد، وتعالوا إن شاء الله جولة حلوة كده وممتعة مع بعض. ما شاء الله تبارك الله، شايفين دي تشكيلة جديدة كده من الغوايش لسه نازلة. هقول لكم برضو تاني سعر الذهب اليوم، معلش قولي سعر الذهب تاني مرة. بيع ولا شراء؟ لا شراء طبعا. اشتري 220 وما فوق. 220 وما فوق، اه على حسب. تمام، دي 15 جرام، عاملة 3900. تمام، 3950. دي 15 جرام. انا بس حابه اوريكم كده التشكيله الجديده اللي هي نزلت من الغوايش. شايفين تشكيله جميله جدا، هي صحيح تحس ان هي قريبه من بعض بس مختلفه، جميله جميله. برضو دي الواحده 15 جرام صح؟ شايفين، عايزاكم تشوفوها كده. 15 جرام، اه روعه. شايفين بقى الشياكه والجمال، تحفه بجد. شايفين الثلاثه كده مع بعض حلوين قوي ان شاء الله. على فكرة تقيلة كده وحلوة برضو، 15 جرام على الغوشة مش قليلة ما شاء الله. ده ذهب ايه؟ سعودي. سعودي، واللي كانت في ايدي في الاول اللي كانت في ايدي برضو كلها سعودي. سعودي كلها سعودي على فكرة، كل الغوايش دي سعودي. دي التشكيلة الجديدة اللي نزلت اخر حاجة نزلت ما شاء الله. شايفين بقى التشكيلة دي كمان تحفة تحفة، الواحدة فيهم 17 جرام، يعني دي ارفع من اللي كانت في ايدي من شوية، بس مش عايزة اقول لكم بقى تقيلة بجد. شايفين تحفة خطيرة بجد، شايفين شياكة شياكة حقيقي. هي غوايش رفيعة بس شياكة، يعني صاحبة الذوق الرفيع اللي هتاخد من الغوايش دي بصراحة تحفة. شايفين الغوايش عاملة ازاي، يعني خلوني افكر اصلا اروح اجيب الغوايش بتاعتي كده وابدلها. انا عندي الغوايش بتاعتي غوايش عريضه، مش رفيعه زي كده، اللي هي اصلا الواحده فيهم على شكل اسوره. يعني انا في الاول اصلا كنت بحب الغوايش اللي هي العريضه، بس بصراحه في تشكيله هنا تحفه. انا حطيت لكم اسم المحل وهحطه لكم تاني في اسواق طيبه، والفرع برضو اللي انا فيه. شايفين على فكره دي 3 الوان مختلفه، في السيلفر وفي الذهبي وفي اللون ان هو النحاسي. شايفين على فكره الغوشه تقيله تقيله، يمكن انتوا حاسين كده وانا ماسكاها ان هي تقيله ما شاء الله، مش قليله. يعني الواحده عامله كام جرام دي؟ شوفي كده 12 جرام. 12 جرام وشوفوا رفيعه قد ايه، يعني لا متينه والله بصراحه، جميله يا جماعه والله. تشكيله من الغوايش ما شاء الله، يعني اكتر من حاجة انا وريتها لكم دلوقتي، كلهم روعة. شايفين الجمال، كلهم احلى من بعض اصلا. تقفي كده تحتاري، يعني تاخدي ايه ولا تاخدي ايه. ما شاء الله تبارك الله، شايفين الجمال، ربنا يرزقنا ويرزقكم يا رب. وكل واحدة تيجي تاخد كده اللي نفسها فيه وما تتردديش، والله ما شاء الله تحفة. زي ما احنا بنقول الذهب ايه، زينة وخزينة. يلا طلعي بقى كده اللي تحت البلاطة، يلا كده وتعالي اشتري. شايفة الجمال، شايفة بقى، يعني اهدي عريضه شويه بس برضو حلوه، حلوه مختلفه. يعني اللي عاجبني فيهم اكتر حاجه ان هم مختلفين، يعني مش ما اعتقدش يعني اللي لبستي حاجه زي كده هتلاقي حد تاني لابس منها. كلنا بنحب كده ان احنا نبقى متميزين، لابسين حاجه ما حدش لابس منها. كلها دي تشكيله جديده لسه ما حدش لابس منها على فكره. شايفين تحفه. برضو شايفين دي رقيقة جدا،
هي ماشية يعني بنوتاتي اكتر. لا بس ماشية برضو. ايه عايزة اقول لك بقى كده للبنات الكيوت الحلوين الرفيعين دول تحفة، اللي ملناش دعوة بيهم دول. صح شايفين فيها فصوص، شايفة تحفة. شايفين برضو ما شاء الله ما شاء الله. يعني بصراحة لو قعدت اتفرج من هنا لبكرة على المحل هتلاقي فيه تشكيلة روعة. شايفين الغوايش اصلا هنزل لكم كل حاجة لوحدها في فيديو، اعمل لكم كده الغوايش لوحدها في فيديو والسلاسل في فيديو، لان عشان ما اطولش عليكم وانتوا تتفرجوا وتزهقوا مني. شايفين شايفين الكمال بقى. ما شاء الله تبارك الله. شايفين يا جماعه دي اسمها ايه الموديل ده؟ اسمه ايه؟ شومي. شومي يعني ايه اسمها كده؟ خلاص شايفاها زي المرايه، انا شايفاها زي المرايه. عشان نبقى عارفين برضو ما نشتريش وخلاص. يعني اسمها ايه تاني؟ شومي. شومي شومي يا جماعه. شومي نقول بالانجليزي وخليها بالعربي المرايه. يلا عديها. شايفين بقى كده انا هصور لكم كده كل مره واحده، وهحاول ان انا اجيب لكم كل اللي موجود اهو. برضو دي حلوه قوي تحفه. معلش اشوف دي جميله برضو دي. شايفين المراية يا جماعة اللي أنا بقول عليها دي؟ المراية التانية. لا مش المراية ولا حاجة تانية، موديل جديد لسه نازل أهو. دي اللي أنا صورتها قلت لكم المراية، يعني أنا شبهتها. شايفين يا رب يكون واضح. لكن دي المراية نفسها اللي كانت موجودة الأول، ده الموديل الأول خالص اللي هو المراية. شايفين بقى تشكيلة كده من الأساور، حاجة رهيبة. شايفين دي ايه؟ دي عاملة على شكل الخاتم، كأنها فيها أكتر من خاتم. شايفين عاملة ازاي تحفة. بس ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، يعني دي تقطع بمبلغ برضو. هحاول أشوفها لكم كده بقد ايه. معانا هنا برضو موديل تاني. شايفين عندنا برضو دي تحفة تحفة تحفة. يا جماعة دي 79 جرام. انا مش قافلاها طبعا، دي على شكل واسع بس انا مش قافلاها. دي 79 جرام. شوف عاملة ازاي ما شاء الله. شايفين بقى الجمال والشياكة. شايفين ما شاء الله تبارك الله تحفة تحفة، كلهم احلى من بعض. انا بصراحة عجباني، حلوة قوي مش اوفر، حاساها كده شيك حلوة في بعضها. ايه رأيكم؟ جميلة. شايفين يا جماعة الجمال والشياكة، مجموعة أساور والله تحفة تحفة بصراحة. والناس ما بخلوش علينا، والناس فرجونا على كل حاجة وسمحوا لي إن أنا أصور. يعني ما شاء الله ربنا يجزاهم كل خير يا رب. إن شاء الله كده تيجوا بإذن الله، واللي يعجبكم بقى إن شاء الله تاخدوه على قد إمكانياتكم. ربنا يبارك لكم ويبارك لهم يا رب. تحفة تحفة. هصور بقى الباقي كده من جوه الباترينا. شايفين الجمال، شايفين الموديلات. شايفين صحيح هي ضخمة، بس في ناس بيحب الحاجات ما شاء الله اللي هي التقيلة دي. هنشوف اللي هي الأوزان الكبيرة، وهنشوف اللي هي الأوزان القليلة، وكل واحد على قد إمكانياته، كل واحد وذوق. يعني كل واحد برضه وذوق. Gracias.
فيك هنا تأثر للزبون بعدين طارق يعني